سعر ومواصفات هاتف وان بلس نورد سي اي 2 رسميا. اعلنت شركة وان بلس قبل قليل عن هاتفها الجديد وان بلس نورد سي اي 2. احدث هواتف الشركة من الفئة المتوسطة ويدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G. سنتعرف في هذا الفيديو على بعض مواصفات الهاتف بالاضافة كذلك الى السعر. يحتوي الهاتف على شاشة من نوع اموليد بمقاس 6.43 انش بدقة فول اتش دي بلس وجودة عرض 2400x1080 بيكسل. تدعم الشاشة معدل تحديد 90 هرتز مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة. يعمل الهاتف وان بلس نورد سي اي 2 بمعالج من ميديا تيك ديمينسيتي 900 مع معالج رسوميات مالي جي 68. يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وواي فاي 6 وتركيب شريحتي اتصال مع بلوتوث 5.2 ومنفذ سماعات خارجية 3.5 ملم. ويأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11. يأتي الهاتف بنسختين من الرام وذاكرة تخزين. النسخة الأولى ب 6 جيجا بايت من الرام و 128 جيجا بايت من ذاكرة تخزين داخلية. النسخة الثانية ب 8 جيجا بايت من الرام و 128 جيجا بايت من ذاكرة تخزين الداخلية مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية ماكرو اس دي حتى 1 تيرابايت. من حيث الكاميرا يأتي الهاتف بثلاث عدسات في الخلف، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل والعدسة الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وهي عريضة جدا بزاوية 119 درجة. العدسة الثالثة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل. الكاميرا تدعم ميزات مثل الوضع الليلي والتصوير الفيديو بإضاءة خلفية. أما فيما يخص الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بيكسل بمستشعر من سوني. يضم الهاتف بطارية بسعة 4500 ميل أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 65 واط. ويتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأزرق. أما فيما يخص سعر هاتف وان بلس نورد سي اي 2 يأتي ب 350 دولار بالنسبة لنسخة 6 جيجا بايت من الرام و 128 جيجا بايت من ذاكرة تخزين داخلية. ستجدون في أسفل الفيديو في الوصف رابط لمقال مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. نشكركم على حسن استماعكم والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.